طيب احنا النهاردة هنبتدي تأملاتنا مع جيجي، وربنا يدينا تأملات جميلة نستمتع بيها بكلامه. مساء الخير، سامعيني؟ اطلع شوية. كويس. طيب إيمان، شكرا على المعلومة بتاعت الغربان. أنا ما كنتش أعرف على فكرة، أنا عارفة إن الغراب مش بيأكل ولاده، بس ما كنتش أعرف ليه. فالنهاردة أنا عرفت من إيمان ليه الغراب مش بيأكل ولاده. والحقيقة لما فاتن طلبت مني إن أتكلم عن حاجة عن الصلاة، أنا فكرت في إيليا. و يعني عندي حكاية صغيرة خالص هقول لكم ليه أنا اخترت الموضوع ده. حابة أقرأ معاكم الأول أصحاح من ملوك الأول 17. ملوك الأول 17 وقال إيليا التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ نحو نهر كريت الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب. عدد 6. وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. وفي عدد 8 هيحكي عن أرملة صرفة. وكان له كلام الرب قائلا: قم واذهب إلى صرفة التي لسيدون وأقم هناك، هوذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فناداها وقال: هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال: هاتي لي كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك أنه ليست عندي كعكة، ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكور، وها أنا ذا أقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. فقال لها إيليا: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا وأخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت وفعلت حسب قول إيليا، وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيه نسمة. فقالت لإيليا: ما لي ولك يا رجل الله؟ هل جئت إلي لتسكير اسمي وإماتة ابني؟ فقال لها: أعطيني ابنك. وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيماً بها وأضجعه على سريره، وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهي، أأيضاً إلى المرأة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها؟ فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال: يا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إيليا الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه وقال: إيليا، انظري ابنك حي. فقالت المرأة لإيليا: هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. الحقيقة الأصحاح طبعا زي ما أنتوا عارفين مليان كله
مليان بالايه بالجواهر بالمعجزات بالحاجات. لما قعدت احاول اتامل شويه في حياه ايليا مسكت ثلاث اصحاحات 17 و18 و19 يعني عماله اقول طب الواحد يتكلم عن ايه يعني حياه ايليا مش قادره اقول يعني حاجات فظيعه جدا. يعني سمعت كده كنت بسمع الحقيقه كنت بسمع الكام اسبوع اللي فاتوا وانا بتامل عن ايليا فبحاول ان انا اسمع وعظات عن ناس بتتكلم عن ايليا. وعايزه اقول لكم في حاجه فعلا انا لاحظتها انه ربنا خلقنا كلنا مختلفين وكل واعظ كان بيتكلم عن ايليا يعني كل الناس كانت بتتكلم عن ايليا بتاعنا اللي احنا عارفينه وعن الحاجات اللي احنا قريناها لكن ما لقيتش وعظتين زي بعض. يعني كل ما بسمع واحد بحس ان تفاح اخضر وتفاح اصفر ومانجا وفاكهه وحاجات جميله وربنا يعني بيدي كل واحد حاجات مختلفه. فدي اول حاجه انا حبيت اشارك بيكم معاها. يعني اول حاجه طبعا في الاصحاح حصلت مع ايليا ايه هي ان هو اول حاجه راح طلب صلى من ربنا مش عايز مطر يا رب ما تنزلش مطر. الحاله طبعا زي ما احنا كنا عارفين قبل كده انه الدنيا اللي كان حاصل فيها اخاب وكتر الشر اللي كان حاصل لدرجه في اصحاح 16 في عدد 30 هقراها لكم بسرعه. عمل اخاب ابن عمري الشر في عيني الرب اكثر من جميع الذين قبله. وفي عدد 33 بيقول عمل اخاب سواري وزاد اخاب في العمل لاغاظه الرب اله اسرائيل اكثر من جميع ملوك اسرائيل الذين قبله. يا اخاب يعني وصل بيك الدرجه لان انت بتغيظ الرب. طب بتغيظ الرب ليه؟ يعني الرب عمل لك ايه عشان تغيظه؟ راح اتجوز ايزابل واخد الشعب يخطف سكك غلط وفي حاجات عمل كل ما يعمل علشان يغيظ الرب وعمل كل الخطايا اللي في نفسه وكان ايليا موجود. ويمكن ده بيكون موقفي انا وانتو في ايام ان احنا بنتحط في وسط ناس الشر حوالينا والشر عادي. طب خلاص ما انا هعمل ايه؟ ما انا ممكن اسكت وانا مالي يعني انا هعمل الصح واللي يعمل الغلط يعمل. لكن الرب ساعات بيقول لا مش صح. وقف ايليا كان ماشي في سكه ربنا وطبعا ارضى ربنا في كل حياته وكان بيطيع الرب. ولما صلى ايليا وطلب من الرب بايمان وكان عنده شجاعه وقف قال للرب يا رب مش عايز مطر ورب اسمع له. الطبيعه اخضعت لايليا وقفت الدنيا ما مطرتش وما فيش مطر. ومش بس كده كان ممكن يقول ما فيش مطر وخلاص ويروح يستخبى لكن راح لايليا وقال له انا السبب وقال لايليا مش ما فيش مطر لحد ما انا اقول. والحته دي يعني حسستني قد ايه الشجاعه بتاعت ايليا انه مش بس هعمل وهروح استخبى لكن هعمل وهروح اقول. كان عنده شجاعه والرب سمع له وفعلا الدنيا وقفت وما فيش مطر. يجي اللي حصل بعد كده راح الغربان تعوله وزي ما كانت ايمان بتحكي لنا الغراب مش بياكل ولاده ما يعرفهمش ما بياكلهمش لكن الرب امر الغربان انها تاكل ايليا. لو ربنا يعني سمح بحاجه هو عارف هو بيعمل ايه هيجيب لي اكل هيجيب لي من السكه اللي هو عارفها. وكان بيجيب له ايه احلى حاجه خبز ولحم صباح وخبز ولحم مساء. والرب عارف ان احنا في الشرق الاوسط بنحب ايه بنحب اللحمه. اي منال شاطره في اللحمه. الرب جاب له اللحمه اللي هو بيحبها مش منال بس يعني كلكم شاطرين في اللحمه بس انا عشان كنت بحكي مع منال عن اللحمه من كام يوم. فالرب جاب له اللحمه اللي هو بيحبها وعارف ان احنا برضو بنحب العيش. احنا كلنا اتليست في الشرق الاوسط اهلنا كلهم بيحبوا يفطروا عيش. انا عن نفسي بحب العيش جدا. فالرب كان بيجيب له احلى حاجتين خبز ولحم صباح وخبز ولحم مساء وجميل وطازه. والغراب هيجيبه منين؟ يعني غالبا مجاعه مثلا جايز كان بيروح يخطفهم من المايده بتاعت اخاب ممكن قوي. كان بياكل ايه ايليا في المجاعه؟ كان بياكل اكل الملوك. وطبعا يحصل بعد كده ان النهر ييبس وطبعا ممكن ايليا طب ليه يا رب ما انا قاعد ومبسوط ومستريح ليه طب النهر ييبس يعني طب ما يا رب ليه؟ لا ما هو النهر بييبس عشان في حاجه تانية. اصل انت مش عارف ايه اللي هيحصل. روح امراه ارمله هتعولك. طب امراه ما بيشتغلوش طب ارمله طب هتعولني طب منين ازاي؟ اسمع الكلام يا ايليا. سمع الكلام وراح. وكان كلام الرب انه ايليا كان كلام ايليا للست انه كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص لحد تما الرب هيجيب مطر. وحصل فعلا انه راح وربنا بارك ايليا وسمع لكلام ايليا
انه فعلا ان كوار الدقيق ما خلص. طب يعني كان معمول من ايه مثلا؟ من خزف ولا حاجه زي كده؟ طب ازاي الدقيق هيطلع يعني طب قد ايه دقيق هيطلع؟ طب هو قد ايه الكوار ده؟ يعني يمكن الست اول مره عملت كعكه اتنين اكلت هي وابنها وإليا. طب لا، كل ما تعمل تلاقي، كل ما تعمل تلاقي. في عدد 15 بيقول ان اكلت هي وبيتها اياما. طيب مدام في كتير بقى ومجاعة محدش لاقي ياكل، نجيب بقى خالتي وعمتي وأنكل وطنط وولاد خالتي، هي وبيتها بقى، كل الناس بقى اللي حواليها أكل كتير، ما مش بيخلص. وبعدين تيجي المفاجأة اللي بعد كده، إيه اللي يحصل؟ إن ابن الست يموت. وربنا بيقول لي إليا، ما أنت هتخش تاني في تدريب تاني، وهتخش تاني في صلوات تاني، وأنا هوريك. وياخد إليا الولد ويصرخ لربنا ويقول له قومه يا رب. طب هو مين قوم حد في العهد القديم قبل إليا؟ مش كده؟ مفيش حد. إليا كان أول حد في العهد القديم يقوم ولد أو يقوم حد. بعديه جي إليشع قوم حد تاني، وبعدين في العهد الجديد عارفين المسيح والتلاميذ قوموا ناس. لكن في العهد القديم، طب إيه أساساً اللي جاب لي إليا الفكرة دي إن أنا أصلي أطلب لربنا إنه يقوم الولد؟ أعتقد إن إليا، طب أنتوا قولوا لي ليه إليا فكر الفكرة دي؟ يعني كان ممكن يقول خلاص يعني حصلت ويا رب بقى انت هدي الست وخلاص. تفتكروا ايه اللي خلاه يعني يطلب الطلب ده، ولا ايه اللي خلاه يجرؤ انه يقول لربنا كده؟ حد يحب يقول؟ بالظبط بالظبط، جرب مع ربنا، جرب ربنا. المجاعة اللي اتحطت فيها وما فيش اكل والغربان بتجيب له، شاف ربنا عمل ايه؟ شاف ان ما فيش اكل وكوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص، والرب عمل معجزه، هيعمل معجزه تاني. واعتقد ان كمان إليا كان قريب قوي قوي من ربنا، وطاعه إليا ربنا اعتقد حسسته ان هو يعني زي ما انا كده مثلا اخش في بيت مثلا واحده حبيبتي قوي، مثلا هقول فاتن عشان هي قدامي، كلكم حبايبي، بقول فاتن قدامي، لو انا دخلت بيتها وجعانه، فاتن ممكن يا فاتن لو سمحتي تجيبي لي حاجه كلها، حتى لو يعني عاده الضيف مش المفروض يخش يعمل كده، لكن انا ممكن عشان انا صاحبتي قوي هقرب منها هطلب منها. لو انا داخله عند بيت حد غريب يمكن اتكسف اعمل كده، لكن إليا كان قريب قوي من ربنا، وكان عارف ان الطلب ده طلب صعب خالص، لكن طلب من ربنا يا رب قومه. عمل ايه ربنا؟ قوم الولد. بعد كده هقول حاجه تانية برضو بسرعه على إليا وقد ايه كان شجاع لما حصل ان هو اخذ الانبياء بتوع البعل واتكلم مع اخاب. طبعا قال لاخاب هات الانبياء كلهم وتعالى. اول حاجه خالص لما بيتكلم معاه في عدد فأصحاح 18، ملوك الأول أصحاح 18 عدد 17 و18، إليا رايح لأخاب، فلما رأى أخاب إليا قال له أخاب، أأنت هو مكدر إسرائيل؟ رد عليه إليا وقال له، فقال لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسايرك وراء البعليم. تاني هنا بشوف قد إيه إليا كان شجاع، كان بيقف قدام أخاب، كان ممكن يذبحه في دقيقة، بس كان قد إيه هو واثق في ربنا، وهقول الكلام اللي انا ربنا عايزني اقوله ويحصل اللي يحصل. قال له مش انا اللي مكدر اسرائيل، شوف انت بتعمل ايه. طب تعالى هات كل الانبياء وتعالى. وجابوا طبعا عارفين الحكايه عشان الوقت، جابوا عملوا مذبحين وحطوا العجلين وكل انبياء البعل صلوا ما حصلش حاجه. إليا صلى وحط الميه وكل حاجه وصلى، والذبيحه النار نزلت من السماء واكلت الذبيحه، اخذ كل انبياء البعل وذبحهم. اللي حصل بعد كده برضو في أصحاح 18 وفي عدد 42، صعد أخاب ليأكل ويشرب. إليا قال له خلاص الدنيا اتحلت، موت الأنبياء البعل، روح انت بقى، روح انت كل واشرب. أما إليا فصعد إلى رأس الكرمل وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه. أنا هسألكم هنا، تفتكروا إليا عمل كده ليه؟ هو موت خلاص أنبياء البعل والحكاية انتهت، قال لي إليا خلاص الحكاية اتحلت وحس دوية مطر، روح انت بقى، روح كل واشرب. وعمل ايه هو؟ عدد 42، صعد أخاب ليأكل ويشرب، أما إليا صعد إلى رأس الكرمل وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه. تفتكروا كان بيعمل ايه؟ بيصلي. شكر ربنا. وإيه تاني؟ هيطلب منه إيه تاني؟ يرجع المطر، ويرجع المطر. خلاص يا رب ماشي، حلينا مشكلة أنبياء البعل، رجع المطر.
وربنا رجع المطر ولا لا؟ رجع. حصل إيه بعد كده لإيليا؟ حصل بعد كده حاجة صعبة خالص، إن هو قعد وطلب إيليا الموت لنفسه. ودي بتوريني قد إيه إنه ممكن يعني بعد ما نكون نوصل مع ربنا الأعماق جامدة قوي، نوصل في حتة تعب كده واكتئاب وطلب الموت لنفسه، خلاص يا رب أنا مش قادر. قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي، خلاص بقى أنا تعبت منهم الناس دول وما فيش فايدة، يا رب خدني. لكن الرب عمل إيه؟ في عدد 5، اضطجع ونام تحت الرتمة، وإذا بملاك قد مسه وقال قم وكل، فتطلع وإذا كعكة رضف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع فاضطجع. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال قم وكل لأن المسافة كثيرة عليك، فقام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حوريب. في الآخر خالص هقول لكم ليه أنا اخترت إيليا، علشان بسبب الحتة دي. بس بعد كده بنشوف إيه اللي حصل. إيليا الرب قال له قوم يا إيليا، مالك زعلان ليه؟ طب أنت زعلان؟ طب أنت عايز تموت؟ طب يمكن جعان؟ طب نأكله. طب قوم يا إيليا كل، أنت يعني أنت مش عارف أنت داخل على إيه، قوم كل. قام إيليا وأكل، وبقوة الأكلة دي مشي 40 يوم و40 ليلة، ولكن الرب ما سابوش بعد كده. الرب ظهر له وقال له مالك وزعلان ليه؟ الأول جاله ريح، ما كانش الرب في الريح. جات زلزلة، ما كانش الرب في الزلزلة. جه نار، ما كانش الرب في النار. جه الرب صوت منخفض خفيف، كان ده صوت الرب. لما بيلاقينا منزعجين بيجيلنا بصوت منخفض خفيف، عشان ما يخوفناش وما يخضناش، ومن قلبه الطيب مالكم وزعلانين ليه، وتعالوا نتفاهم، ومالك هنا إيليا، وتعالى وحللوا المشكلة. قال له طب أنت زعلان ليه؟ هنجيب حزائيل يبقى مالك على أرام، هنجيب ياهو ابن نمشي مالك على إسرائيل، هنجيب أليشع هيبقى بدالك، هنحل المشكلة. إذا كنت مش قادر خلاص وقف، بس ما تزعلش إيليا. قد إيه الرب حنين، قد إيه الرب طيب، قد إيه إيليا كان ماشي في سكة ربنا. الطاعة، الصلاة بتاعته لما كان بيصلي ربنا وكان بيتضرع، ربنا كان بيسمع له لأنه كان بيطيع. لأنه لو أنا هكسر وصية ربنا مش هيسمع لي. لكن الطاعة أهم حاجة قبل الصلاة، والإيمان إن ربنا هيقدر يعمل كده، وشجاعة. لو ربنا قال لي قومي اتحركي أقوم أتحرك. وهقول لكم بسرعة قوي، أنا لسه عندي 2 دقيقة يا فاتن. لا هقول بسرعة قوي ليه أنا اخترت إيليا، بسبب الحتة بتاعت يا إيليا قوم، أنت نايم، قوم كل. أنا حصل معايا حاجة من بعد ما، يعني اللي يفتكر منكم أنا دوشاكم على حكايات واختبارات كتير من الشغل وكده. السنة اللي فاتت لما قعدت حكيت عن حاجات اللي حصلت معايا، إن حصلت حاجة من حوالي كده في شهر فبراير بالظبط. كان يوم عادي في الشغل، بس كان كل اللي انا عرفته انه كان حصل تعديلات في شغلنا، فكان بس جست ضغط شغل جامد، ده سؤال كل اللي انا كنت اعرفه، ان انا كان داخله على ضغط شغل شويه، يعني كام ساعه والحكايه تتحل. وروحت نمت عادي، وحاجه صحيتني الساعه 3 بالليل، صحيت وما قدرتش انام تاني. وقلت طيب ماشي، طب اصلي. صليت صلاه عمري في حياتي ما صليت بالمنظر ده. قعدت وقت طويل جدا، صليت جامد 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 جامد، وقعدت صليت لناس في المكان اللي انا فيه، والناس دول ما كانوش لسه ضايقوني، يعني انا ليه بصلي لهم؟ يا رب اهدي فلان وفلان وفلان وفلان. وقعدت اصلي صلاه الحقيقه كانت اول مره تحصل لي. يعني انا ممكن اقلق بالليل، ممكن يعني اكيد كلنا بنحب نقرا شويه في الكتاب، نصلي شويه بتاع وننام تاني، لكن في اليوم ده كانت فعلا غريبه جدا. صليت صلاه يعني وقت طويل جدا، وكانت حاجه عمرها ما حصلت، وما كنتش عارفه انا عملت كده ليه، وما كنتش عارفه انا صليت للناس دي ليه. والغريب جدا ان انا ما كنتش نايمه، لكن لقيت نفسي مصحصح، فقلت لا طب انا هنام تاني، لا طب اروح الشغل. فقمت وجهزت حتى رضا لاني نازله الشغل، قال لي نازله انت رايحه فين؟ قلت له رايحه الشغل دلوقتي الساعه 4 الصبح. قلت له رايحه ما مش هنام، اروح استفيد بالوقت. رحت الشغل، واليوم عدى الصبحيه لحد الساعة 9، كان جميل جدا جدا، الدنيا ريلاكس، انا اول واحده في الشركه وشربت قهوتي وفطرت وكل حاجه عشان ما كنتش واكله، ومش حاسه ان انا مش نايمه، وحاسه ان انا عندي انرجي فظيعه جدا وسعيده جدا جدا، رغم ان ايه يعني مفيش اي حاجه اتغيرت. والساعه 9 بقى حصلت المفاجاه، لقيت المديره بتاعتي جات لي
ووشها مدي ألوان كده. هي بتحكي بتحبيني يعني في الوقت ده، بس anyway أنا مش عارفة أبتدي معاكي إزاي ومش عارفة إيه، يعني مش عايزة أطول عليكم. المهم فهمت إن في شكوى جت في المشروع طبعا يعني ضدي أنا، وبيحاولوا يعرفوا إيه السبب. وطبعا الموضوع كله إنه أنا اللي عاملة، يعني أنا مش بعمل شغلي كويس، رغم إن أنا كنت بعمل كل ما يعمل وما كانش الغلطة غلطتي، بس إثبتي بقى، إثبتي قولي لي الحقيقة واشرحي لي، وكلام طويل كده. وأنا قعدت بقى الكلام، قعدت معايا بتاع تلت ساعة وكلام نازل نازل نازل، وأنا مش لاقية ولا كلمة ردها، بس كنت بصالها وكنت حاسة بحاجة واحدة. ما أنت قلت لي يا رب، أنت قلت لي الساعة 3 الصبح، قلت لي إن أنت داخلة على حاجة كبيرة قوي النهاردة، اليوم النهاردة مختلف. والمهم سبتها اتكلمت، قلت لها طب حاضر، يعني طب بس اديني كده ربع ساعة كده، يعني حاضر وهرد على كل العشرين سؤال بتوعك دول. وطبعا حاجه زي كده في اللحظه دي انا لا عرفت اصلي ولا عرفت اعمل اي حاجه، وعشان كده ربنا كان قال لي قومي الساعه 3، قومي انت نايمه، قومي صلي دلوقتي عشان مش هتعرفي تصلي الساعه 9، اصل في حاجه جايه. المهم ربنا اداني كلام وربنا عمل وطلعني زي الشعره من العجينه، وبعد وقت جاب حد يعني قال كل الكلام الحقيقه، يعني الحقيقه في حقي، وشخصيه انا ما كنتش اعرفها، بشوفها بس انا ما اعرفهاش وما تعرفنيش، لكن ما اعرفش ازاي اتكلم معايا كام يوم وراح قال عليا كلام كتير جدا عكس خالص كل الكلام اللي اتقال، وربنا انقذني خالص من الموقف ده. لحد الوقت الاخير كنا بنجني ثمار الدوشه دي. لكن اللي انا كنت عايزه اقوله انه يعني ساعات ربنا بيقومنا كده نصلي عشان حاجه، هو عارف دلوقتي قومي صلي عشان انت عارفه، انا عارف انت داخله على ايه. بس اختبار صغير حبيت اشارككم بيه، وشكرا ليكم، شكرا على وقتكم. ربنا بيدي مع التجربة المنفذ، وبيدي وقت الضعف بيدي معونة. من أنت رئيس الكهنة أمين. مشكور ربنا. إيمان جاهزة؟ إيمان هتكلمنا دلوقتي. حابة بس الأول أشكر ربنا جداً، لأن أنتوا عارفين أنا ساكنة بعيد فما بشوفكوش كتير، بشوفكوا خلال الإنترنت. وعايز أقول لكم إن اجتماع السيدات بالذات اتبركت فيه، ومش عارفة مين صاحب الفكرة إنه يخلي الفكرة الجميلة، الفكرة اللذيذة، إن من وجه لوجه يقوم ويشارك من كلمة الله. ما تشعروش قد إيه وأنا بقى قاعدة لوحدي بستمتع جداً بكي ورد. ربنا بيدي لده موهبة وده موهبة، وكلام جميل. ففعلا عايزة أقول زي ما بيقول مكسرين في عمل الرب كل حين، يعرفوا حتى يعني دي مش متسجلة بس ممكن أي حد يلاقي أكسس ليها. فقلت أنا بشكر الرب لأجل كل اجتماع صلاة، كل خطوط الصلاة الإنجليزي العربي، اجتماع السيدات، كل اجتماع لي لمسة خاصة من إيد الرب لعناية للاعتناء بالأولاد. فكل واحد ما يستهونش بدوره قد كده بيكون بركة. وأشكر الرب إنه خلى فاتن تعمل شركة إن أكتر من حد بيشارك. على فكرة فاتن لما طلبت مني قالت لي على فكرة المرة دي على الصلاة، وبعدين قالت لي بس مش هقول يعني مش لازم اختار لي تختاري، عارفة ربنا يعني بيدي تقريبا كلمة، قلت كلمته غنية أو كده المفاجأة. بس عشان جيهان اتكلمت، أنا أول ما فاتن قالت لي كده وقعدت أصلي، أنا جات لي في ذهني على طول صلوة الإيمان، صلوة الإيمان في يعقوب. فصلوة الإيمان طبعا مقترنة بمين؟ بإلي. فاندهش أن فاتن قالت كده من الأساس، وزي مش خايفة أن ممكن كأن الموضوع هيتكرر، بس قالت كلمة الله غنية، قالتها بروح النبوة يعني. وإحنا نعرف، فعايزين نفتح يعقوب 5. يعقوب الصح 5، وهنبدأ من عدد 13 لعدد 20 عشان نقدر نتكلم على صلوة الإيمان.
يقول أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إيليا إنسانا تحت الألام مثلنا، وصلى صلاة ألا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم على الحق عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. لهنا كل المجد. أنا في الحقيقة كنت أشكر الرب لأجل كلمته. خلينا نصلي. يا رب بنستودع ما بين إيديك كلمتك الغنية الأمينة. نشكرك يا رب لأجل عنايتك بينا ولأجل شركة الجسد الواحد. أشكرك لأجل كل إخواتي الحاضرين، كل السامعين. باركنا والاسمك كل المجد. أمين. بيقول إن كان على أحد بينكم مشقات يصلي. طبعا مين ما بيفوتش في مشقة؟ المشقات لنا كلنا. فالدعوة إيه؟ صلاة. صل للمشقة. بعدين تاني حاجة هنا تكلم عن المرض. طب لو مريض حد يصلي برضو، ينادوا الكنيسة بقى والجسد يتحد لأجل هذا المرض، وندهن الزيت عشان المريض يشفى. بعد كده بيتنقل على صلوة الإيمان. طب انت الاول قلت عن المرض اللي بيكرر صلوة الايمان. تعمل 3 حاجات: تشفي المريض، تقيم الميت، الرب يقيمه، المريض ده الرب يقيمه، وان كان قد فعل خطية تغفر له. فحسيت صلوة الايمان مختلفة، يعني المشقة بنصلي لها، المرض محتاج كنيسة تتحد وشيوخ يعملوا المرض العادي، لكن ده اللي قرن صلوة الإيمان بالمرض والإقامة والموت والخطية. فهنا صلوة الإيمان بتدخل لمرحلة أعمق اللي هي المرض والخطية. عشان كده العدد اللي بعده يقول إيه؟ اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. يبقى إذا أنت بقى رابط إن الخطية والمرض، يبقى أنت عايز تقول حاجة. راح قال على طول بعدها طلبة البار تقتدر كثيرا فعلها. يبقى في صلاة الإيمان وطلبة البار، وفي زلات وفي خطية وفي شفاء وفي نعمة المفروض جاية. طب ليه نقلتنا لإيليا؟ على طول راح قال إيليا كان مثلنا إنسان تحت الألم. دايما إحنا بنقرن دايما يسوع مثلنا، طب ليه بيجيب إيليا؟ كان بيتكلم كان إيليا إنسانا. طب ما إحنا عارفين إنسان تحت الألم مثلنا. دي الفكرة، مش بس إنسان، ما هو إنسان فعلا، بس تحت الألم مثلنا، يعني داخل في مرحلة الصراع والمشقة، وزي ما جيان شاركت إنه في مرحلة من مرحلة هيرب، عايز يهرب بحياته. بيقول إيه؟ صلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. صلاة إيه؟ اسمها المنع، أنا سميتها المنع. بعدين يقول لك إيه في عدد 18؟ ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. الحقيقة أول ما قريت الآية كأني بقرأها لأول مرة. لما بيتكلم عن صلاة المنع وصلاة المنح، بصوا الفرق هتحسوا. كان إيليا إنسان تحت الأم مثلنا، ده هو بيوصفه، لكن بصوا صفة الصلاة نفسها. صلى صلاة. طب ما صلاة صلاة، ممكن تقول صلاة وخلاص، لكن صلى صلوة، صلى صلوة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض. يعني عمال زي يعملها قصة، صلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض لمدة 3 سنين و6 أشهر. على فكرة
القصة اللي قريتها جيهان ما بيذكرش الستة أشهر، احنا عرفنا انها 3 سنين بس الستة أشهر دي عرفناها ما المسيح ذكر قصة الأرملة وحدد بالضبط الوقت 3 سنين و6 أشهر. في العادة القديم قال في السنة الثالثة ما قالش الستة أشهر، احنا عرفنا النص سنة دي من المسيح. بعد كده بصوا آية المنح، ثم صلى فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. وأنا حسيت طبيعة الله المحب، طبيعة الله العطاء، عايز صلاة كتير علشان يمنع الخير، محتاجين نصلي عشان نوقف إيد عن الخير، لكن تيجي بقى للعطاء يقول لك فأعطت السماء، بيقول ثم صلى فأعطت على طول، يعني كأن السماء بتتلكك تبارك وتدي خير. يعني طبيعة الله عايز الخير لشعبه، مش طبيعته انه يمنع. عشان كده يقول لك صلى صلاة الا تمطر فلم تمطر على الارض، ما قالش هنا السماء على الارض، لم تمطر السماء على الارض، وكانه بيستبعد السماء من المنع. لما يجي الخير تحسي، انا حسيتها زي ايكو هارموني ما بين محبه الله للارض، لما جاء قال لك السماء اعطت السماء مطرها، لما يجي بقى يبقى انفولفد الرب بقى متعاون جدا للعطاء على طول، وأخرجت الأرض ثمرها. لكن أما الثاني قال لك صلى صلاة أن تمطر فلم تمطر الأرض على الأرض، على الأرض هي إيه اللي لم تمطر؟ ما قالش السماء، ما قالش السماء. بركات الرب موجودة. عشان كده المسيح مرة ما كان بيتكلم عن الزرع والبزار، مرة قال حتة قال لك إن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، حتى الأرض بتتلكك تدي ورقة، يعني من غير ما تعمل حاجة، مجرد بس هنحط شوية مية تدي بذر وثمر وزرع وفاكهة وكله بقى خير. ما هو الرب وقت ما خلق الخليقة خير، فعشان نمنع الخير ده محتاجة بقى شوية جهاد علشان نوقف خير الله. طبعا أنا قلت طيب برضو عايزة أعرف ليه ربط الحاجات دي بكام الفكرة الأولانية اللي هي المشقة والمرض والخطية والزلات، ليه ربط إليه؟ قصة مطر وإعطاء مطر، منع ومنح. فأنا قلت طب خليني أشوف في العهد القديم إيه بالضبط الصلاة صلاة دي. رحت فتحة، الظريف في الموضوع إن الشاهد جميل قوي ما يتنسيش، يعني دي يعقوب 5:17 عدد 17 آية المنع المقارنة لنفس الآية دي ملوك الأول إصحاح 17 عدد 1 فللتذكرة. ملوك الأول لسه قرينه مع جيهان، نفتكر الشاهد ده آية المنع يعقوب 5:17 مقارنة بالعهد القديم ملوك الأول إصحاح 17 عدد 1، آية المنح يعقوب 5:18 المنع في العهد القديم ملوك الأول إصحاح 18 عدد 1. فقلت أنا عشان ما ننساش خالص المنح في 18 مقارنة بعدد 18 والمنع في 17 مقارنة بعدد 17، فقلت خلينا نشوف فعلا اللي هي إيه الصلوة الصلاة اللي هي صلى صلاة دي عشان توقف خير. الحقيقة استغربت جدا لما لقيت بيقول أهي احنا فاتحين ملوك الاول اصحاح 17 عدد 1 بيقول ايه، وقال ايليا التشبي من مستوطني جليعاد لاخاب حي هو الرب اله اسرائيل الذي وقفت امامه انه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين الا عند قولي. طب انت وقفت قلت ايه يا ايليا؟ وقفت، هل وقفت بس كده؟ ما هو ابراهيم مره وقف قدام الرب بس في حوار، هل كان في صلاه ولا هل كان قرار سماوي؟ يعني انت طلبت فعلا، لان العهد الجديد بيقول لنا انه صلى صلاة لا تمطر فانه صلى، لكن قعدت ابحث يا رب مش باينه في العهد القديم، مش باينه فعلا انه طلب من الرب يقول الذي وقفت في صفه الماضي، حتى مش اللي انا واقف قدامه وقفت، وقفت قلت ايه؟ وقفت بقى وخلاص. طب وقفت انت بتتكلم زي ابراهيم مع الرب، يعني انتوا متفقين على حاجه او شايفين حاجه معينه محتاجه حاجه معينه في الارض؟ طب الغالب كده وقفت أمامه أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين، السنين اللي هي برضو
مش محددة، لكن احنا هنعرف ان عرفنا ان هم 3 سنين لما الخير جه في السنة الثالثة. إلا عند قولي، وعلى فكرة لو بتبصوا في معظم الكتب مش هتلاقوا نقطة بعد كلمة قولي، يعني سبع مفتوحة. وأنا كنت عارفة مرة من السيس كان دايما يقول إن أي حرف أو بتاع بتبقى ليها معنى في العبري بالذات، فما مفتوحة يبقى مفتوحة، الجملة متسابة، مش مثلا عند قولي وقفت، لا عند قولي. طب هنسيبهم لإيه؟ طب دي المنح، المنع. عرفنا إن مفيش، أنا قلت بقى هلاقي صلاة، هلاقي مثلا زي صلوات داود ولا سليمان اللي يقعد بقى وراكع وبيقول قصة بقى، ويا رب دول عملوا الشر وأخافوا صلاة بقى عشان تمنع. مفيش، إنه وقفت في الماضي. قلت طب أشوف طب المنح شكلها إيه. فطلعت الإصحاح اللي بعده اللي هو على طول 18:1 بيقول إيه؟ وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة قائلا اذهب وتراءى لأخاب فأعطي مطرا على وجه الأرض. إيه ده؟ إلهي ما صلاش، ما صلى الله، يعني ده قرار إلهي، قرار إلهي. يقول له بس روح أنت اظهر لإيليا والأرض هتعطي بقى، فأعطي مطرا على الأرض. يعني الرب مخلص الأمر، بس روح أقف قدام إيليا تراءى لي. طب إيه اللي هيحصل لما أنا هروح أقف كده؟ هو المطر هتمطر؟ إيه اللي هيحصل؟ فإحنا بنعرف الإجراءات اللي حصلت كتيرة. يعقوب ما بيتكلم صلى فأعطت، تتصوري حاجة صغيرة، actually the opposite، يعني العكس. إن إحنا فاكرين الصعوبة في المنع تمت، لكن actually السهولة في كلمة الله لإعطاء البركة، لكن الإجراءات طويلة. والإجراءات لي طويلة بقى، دي اللي نعرف. العطاء سريع لأن طبيعة الله عطاء، والسماء عايزة تبارك الأرض، والأرض هتتجاوب جدا وحتأتي بذاتها بثمر. طب ليه بقى التطويل؟ إحنا السبب، البشر. وده اللي حيبان بقى هنا إيه، لأن أنا بقيت عايزة أعرف إيه الصلوة، الصلاة دي. لو خدتوا بالكم الأعداد اللي قريتها جيهان، فأنا هختصر لأن أريد القصة تعرفت إنها، هقولهم بس في كم خطوة سريعة، اللي هي أول كلام الرب عشان نشوف المنح جه إزاي. كلام الرب إيليا اذهب وتراءى، إيليا ذهب، الرب قال له حاطي المطر فذهب، الطاعة بتاعته. وبعدين في الوقت اللي هو ذهب أخاب بيطلب من عبيديا، عبيديا ده شخص بيخاف ربنا جداً، وهو كان فعلا خبى الانبياء من ايزابل وعالهم 100 شخص اكل وشرب. فزي ان الشخص التقي ده في بيت الشرير ده ما نعرفش، بس الفكره ان اخاب قال له روح بس شوف لنا شويه ميه في اي ينبوع في اي وادي. في الوقت ده اللي هو بيطلب منه كده كان اوريدي ايليا سامع لصوت ربنا وراح واقف والتقى مع عبيديا وقال له قول بقى لاخاب إن إيليا ظهر. قال له عشان خاطر يعني أنا عملت حاجة، ده أنا حتى يعني خير وبعمل خير، يعني ليه تأذيني؟ وإنت ربنا روح الرب هياخدك وحتخطفك، وأنا روح أقول خبر ويطلع كذب وكده، يعني اشفق عليا يعني. فإيليا زي وعده قال له روح قول لأخاب. فهو راح قال لأخاب، أخاب actually هو اللي جاب قال إليه، يعني رب قال له تراءة، بس شوفي الكرامة اللي الله بيديها لابنه، قال له روح تراءى لأخاب. فانت تصور ايه هو رايح لأخاب، لكن يقول لك فذهب أخاب للقاء إيليا، هو اللي راح له. لأن أخاب شخصية هتشوفوه أول ما إيليا يقول له حاجة وصحيح بيقول له أنت قدرت إسرائيل، فالتاني يقول له أنت اللي قدرت، ويروح ساكت، يقول له روح اصعد كده يروح. إيليا كان بيسمع كلام أخاب، بيسمع كلام إيليا جدا جدا، لو تشوف فعلا يقول كلمة بالظبط بينفذها. فكل الأحداث دي بعد كده اما تم اللقاء، فعايز ايه يا ايليا؟ راح ايليا قال له بقى، ما بقول في قصه جميله بين ايليا والرب، انا بشوفها قصه الارض، الانسان الطبيعي اللي هو نبي الله مع عطاء السماء. فايه الحوار ده؟ الرب قال لك روح تراءى فحاعطي الارض، ايش عرفك بالحوار ده؟ فاكيد بيبقى فيه تجاوب معين. الكتاب ما ذكرناش ربنا ما قبله قال له قول كذا وكذا وكذا، بنعرف ان ربنا امره بايه لما هو بيقول لإيليا. بيقول له اول حاجه هات لي الشعب، شعب اسرائيل،
وهات لي كمان 450 نبي اللي هم بيقفوا قدام إيزابل. راح يقول فدع الشعب. مين اللي بيعمل كده؟ أخاب الملك. جاب الشعب، انت دول عايزهم، اوكي واجي الانبياء اهو. وساكت أخاب مستني، مش يقول له ليه جيب لك الشعب كلهم، عايز تعمل ايه بالشعب؟ قال له شعب كل اسرائيل، كل اسرائيل. ما هو الثاني قال له انت مقدر اسرائيل، قال له انت اللي قدرت، انت اللي قدرت اسرائيل، هات لي اسرائيل بقى كله دلوقتي قدامي. و450 عمل له كده. راح ايليا واقف احلى واقفه قدام الشعب وقال لهم قبل ما يعمل حاجه، الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ لامتى بقى؟ ان كان الرب هو الله اعبدوه، ان كان البعل اعبدوه. انتوا ليه بتلعبوا اللعبه دي؟ ما عايز تقرر الرب هو الله، خليه الله، خليه هو الرب. لو هو عايز حاجه تانية استخدمها. قال لك وعشان برضو فهم سكتوا ما ردوش عليه. الشعب هيقول ايه؟ هم بيعرجوا فيها، قالوا بنعرج. فراح قال بقى طلبه التاني الجميل بقى اللي هو قال اوكي دلوقتي بقى زي المباراه اللي هو داخل فيها. 450 اتفضلوا عندنا تقدمه، قدموا السور وانا هحط سور، بس انتوا ما تقدموش نار وانا مش هقدم نار، وانتوا بداوا لانكم عددكم اكتر مني 450 بالمقارنه فيه. فعلا نفذوا اللي هم قال عليه، ما جاتش محرقه، ما جاتش، ما جابوش نار. وطبعا القصه اللي هي المعروفه بقى، وقعدوا يتزللوا يا الهنا هات بقى واحرق المحرق، ما فيش الهتهم مش بترد. وابتدى إلي على الظهر كده يستهزئ بيهم بقى، قال لهم هو الهكم نايم ولا في غفله ولا نعسان ولا ايه؟ يعني فعلا قصه تريقه. ابتدى يسخر ويقول لهم هو مستغرق، هو في خلوه ولا في سفر؟ الهكم سافر او هو نائم؟ يعني كانت تريقه قدام الشعب كله، قدام اخاب فضيحه يعني. بعد كده قال لهم طيب انا بقى هيجي وصعب الماموريه على نفسه. قال لهم بقى هاتوا بقى ميه حوالين البتاع، وقال لهم سنوا وسلسوا، يعني كتروا الميه، يعني عمال يصعب مباراه المفروض انها متكافئه في الاول، لكن هو صعبها على نفسه بقى اكتر. وقال الصلاه اللي انا بعتبر هي دي الصلاة المفقودة ما بين صلاة المنع وصلاة المنح، الصلاة اللي فعلا أنا وأنا بقراها أنا قلت له رب لك كل المجد. قال كده، تعالوا نقرأ الصلاة اللي صلاها، عدد 36 في نفس الإصحاح 18 لما جت دور عليه. وكان عند إصعاد التقدمة إن إيليا النبي تقدم وقال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وإني أنا عبدك، وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبني يا رب، استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً. فسقطت نار والرب وأكلت المحرقة والحطب والتراب ولحسة المياه التي في القناة. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. قال لهم إيليا امسكوا أنبياء البعل، ولا يفلت منهم رجل، فأمسكوهم فنزل بهم إيليا إلى نهر قشون وذبحهم هناك. استجبني يا رب، هي دي الصلاة ما بين المنع والمنح. استجبني يا رب، استجبني ليعلم هذا الشعب إنك أنت الرب الإله، وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. دي صلوة الإيمان. ما قلت بس هي دي صلوة الإيمان، صلوة الإيمان اللي هتحل مشكلة مع الله، لأن دول تعبوا قلب الرب. هو فالرب عمل في قلوبهم، وهو إليه شافها بالإيمان قبل ما المعجزة تحصل، قبل ما النار تنزل من السماء، قبل ما الشعب يقول الرب هو الله، قبل ما اي حاجه خالص، هو قال انت حولت قلوبهم رجوعا، شافها بالايمان. فقلت هي بس هي دي صلوه الايمان، انه شاف ان حل الله في ان المطر يجي، الا ما قال له هيعمل مطر، ان القلب بتاع الشعب يتحول. ومين اللي رحمهم؟ الرب حول القلب رجوعا، رجعينه. فقال الرب هو الله، الرب هو الله.
على فكرة معنى اسم إيليا لقيتها بيقول معناتها إلهي يهوى. فالرب اختار إيليا عشان إلهي يهوى. إلهي هو الرب. إلهي هو الرب. فعايز تستعلن في الجماعة الرب هو الله. طب يعني إيه الرب هو الله؟ طب ما احنا عارفين. لا مش عارفين لأن بنعرف كتير. عشان كده قلت يبقى القصة هنا ابتدت توضح إن لما كان بيتكلم عن الزلات والخطية واعترفوا البعض كان بيتكلم على حاجة قصة عايز يقرنها بخطية الشعب بالناس. إن الناس إحنا بندي للرب فرصة إنه يمنع عننا حاجة علشان عايزنا نجيله تاني، عايز قلوبنا ترجع له تاني. ولأن هو أوريدي مزخر لنا كل غنى النعمة والحكمة والفهم فبيقول أعطت السماء. يعني هو قال له حتى أقف قبل أي إجراءات، أقف بس قدام أخاب طراءة فأعطي. أيوة بس في إجراءات كتير أنا قررت، روح بس. فالقرار البركة لينا في حياتنا بالشفاء بالغفران بالحياة. يعني هنا ما بيقول صلاة الإيمان تشفي المريض، تشفيه هتخففه. طب احنا كم واحد في المستشفيات، كم واحد بنبكي عليه ومتأزمين بالأخبار بالتليفونات. صلوة الإيمان تشفي والرب يقيمه، مش بس تشفي المريض، الرب هيقيمه. وإن كان فعلها خطية طب نعرفها إزاي؟ ده لا بينه وبين ربنا هتغفر لي. طب وإحنا دورنا إيه؟ نحترف لبعض بالزلات. لأن هم دول جمل لإيليا وقالوا له الرب هو الله، وصلوا معاه وإيليا شافها بالإيمان، حولت قلبهم رجوعا. طب ليه نعترف لبعض؟ ما لا ما مش هنعترف بس، هنصلي كمان لأجل بعض. كبرياءنا ذاتنا مفاهيمنا، ممكن أنا عندي مفهوم خلاص أنا في متاب المعنى دي، نصلي ربنا يعمل استنارة وشفاء ويعيننا نغفر لبعض ونعين بعض. صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا، وطلبة البار عرفناها تقتدر في فعلها بأنه متعاون جدا مع الله. أنا حساهم يعني سايد باي سايد كده، الرب يقول له روح يروح، أقف أقف، طب أقف قدامي وأنا همنع، يقف ويروح بكل كأنها أمره، كأنه فعلا هو اللي صلى، لكن ده كان قرار إلهي. وقفت أمامه، الرب اللي وقفته أمامه قال لا تمطر، مش هتمطر. هي إيه اللي مش هتمطر؟ مالكوش دعوة مين إيه اللي مش هتمطر whatever. بس مش هقول السماء. ليه؟ لأن السماء ليها عرف تاني مع الأرض. السماء تعطي، يعني بص قارنت كلمة السماء، بيقول وكان من هنا إلى هناك، اللي هو وقت المنح بقى ما حصلت، إن السماء اسودت من الغيمة والريح وكان مطر عظيم. السماء تيجي أول بقى ما تيجي فكرة البركات والعطاء، تيجي كلمة السماء. السماء بقى تتجاوب تغمق وتعمل عشان مليانة مية بقى. السماء اتكررت هنا في عدد 40 واتكررت في يعقوب 18. طب ليه إيليا خر على وجهه؟ وإيه الصلاة دي بالضبط اللي هي صلاة اللي هو صلى أن تمت، صلى فأعطت السماء مطر؟ أنت صليت يا إيليا، ما الرب أوريدي قالها لك في أول الإصحاح أنا حاعطي مطر. طب هو كان إيليا محتاج يصلي بقى ويصلي ليه؟ ما قال خلاص وقلبهم اتحول رجوع. لما قال أخاب روح روح وأكل واشرب لأن حس دوي مطر، ده برضو الإيمان اللي عنده. لكن ليه هو أما إيليا فصعد رأسه وخر على الأرض على وجعل وجهه بين ركبتيه؟ بعتقد هيبة الإعلان، هيبة الموقف، وهو في أكشن وعمال يقول للغلام بتاعه روح وسبع مرات. ليه القصة دي يا إيليا؟ ما هو الرب قال لك أنت بس توقف وتعمل أنا أعطي. زي هالمتخوف أو هل الوقت طول؟ لأن الست شهور بقيتش عارفة هما فين، لأن في السنة الثالثة حصلت كده. طب والمسيح قال 3 سنين و6 أشهر، هل هو كان خايف في التطويل مثلا؟ لكن أنا عايز أقول إن المثل ده اللي ادهولنا المسيح يعلن الرب هو الله، بيخلينا فعلا نقول يا رب فعلا واحد قلوبنا الخوف اسمك، ساعدنا نصلي بعدين لأجل بعض، ويكون لنا طلبة الإيمان إنك أنت عايز تبارك أكتر ما تمنع، والنعم أوريدي مزخرة لينا وإحنا اللي بنحرم روحنا منها. فساعدنا رب بنعمتك نصلي بعدين لأجل بعض، لأجل شفاء نفسي وروحي وجسدي، والرب يعيننا ناخد بركات المسيح المزخرة لينا. أنا كل المجد. آمين. شكرا.
كلمة ربنا غنية مش كده عجيبة يعني. يعني تأملات يعني جيهان كانت بتقول سمعت وعظات كتير قوي عن إيليا ما فيش وعظ يتكلم زي التاني. والنهاردة جيهان وإيمان ربنا قادهم لإيليا نفس الشخصية لكن تأملات عميقة. يعني الواحد ينحني سجود قدام كلمة ربنا ويخلي الواحد مهما يقعد يقرأ ده أنا محتاج أقرأ تاني. ده أنا ده إيه ده كله ده وده عمق يعني لأن إلهنا غير محدود فكلمته غير محدودة. يعني حاسة أن يعني قدامه نسجد ونكسو ونركع ونشكر يعني إحنا صغيرين قوي قوي قدام المجد العظيم دوت. هقول لكم آية كنت قريتها من فترة وفهمتها يعني قريب بمناسبة استجابة إن السماء في هوشع. هوشع إصحاح 2 سوري صوتي مغلق جدا. إصحاح 2 عدد 21 كان بيكلم على يعني بعد الشعب وكذا وبعدين بيقول ويكون في ذلك اليوم أني أستجيب يقول الرب أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض والأرض تستجيب القمح والمستار والزيت وهي تستجيب يزرعيل وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم له رحامة وأقول له عمي أنت شعبي ويقول أنت إلهي. حتى أقول إيه الآية دي مش فاهمة إيه الموضوع. أني أستجيب يقول الرب أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض والأرض تستجيب القمح والقمح والمستار والزيت وهي تستجيب يا إسرائيل. حسيت الموضوع إيه الملخبط قوي كده لكن لو قريناها بالعكس هنشوف إيه التسلسل دوت. يا إسرائيل بتسأل بتطلب محتاجة زيت وقمح فبتطلب محتاجة زيت وقمح ومستار. طب دول هيجوا منين؟ دول هيجوا من الأرض فالزيت والقمح يطلبوا من الأرض. إحنا عايزين نطلع زيت فيطلبوا من الأرض. طب الأرض ما عندهاش حاجة الأرض جافة فالأرض تطلب من السماء زي ما إيمان قالت لنا السماء ما فيهاش مطر فالسماء تسأل ربنا فربنا يقوم منزل البركة وينزل المطر. فربنا فعلا كلمته جميلة جدا. نفسي نرنم ترنيمة قبل التأمل الأخير مش عارفة تكون ترنيمة إيه فلو إيمان تقول لنا ترنيمة. عندكم نفس اسمعوا تأمل تاني ولا تعبتوا نكالي مرة جاية؟ في نفس؟ طيب دوسي نفسي بايس. طيب نقول 1 و3 و5 197 دوسي نفسي بايس دوما على الشيطان رقم عدد 1 و3 و5 دوسي يا نفسي بعيس دوما على الشيطان مش ممكن راح اهتز ده يسوع اداني ايمان وان هاجت الدنيا حواليا ابليس مش راح يقوى عليا طول ما يسوع ماسك بإيديا وإيماني إن ذراعه قوية وإن هاجت الدنيا حواليا إبليس مش راح يقوى عليا طول ما يسوع ماسك بإيديا وإيماني إن ذراعه قوية مش رح نكس راسي
وصليب ربي بيرفعني، ده يسوع ترسي وخلاصي، قوة روحه تشجعني، وانهجت الدنيا حواليا، إبليس مش راح يقوى عليا، طول ما يسوع ماسك بإيديا، وإيماني إن ذراعه قوية، وانهجت الدنيا حواليا، إبليس مش راح يقوى عليا، طول ما يسوع واقف وإيماني إن ذراعه قوية، يسوع راح يتمجد مجدي من غير حدود، همشي من غير ما تردد وهتنهار السدود، وانهجت الدنيا حواليا، إبليس مش راح يقوى عليا، طول ما يسوع ماسك بإيديا، وإيماني إن ذراعه قوية، وانهجت الدنيا حواليا، إبليس مش راح يقوى عليا، طول ما يسوع ماسك بإيديا، وإيماني إن ذراعه قوية. سمعنا صلوات كتير وأمثلة كتيرة في كل بقالنا كذا شهر بنتكلم عن الصلاة، وقعدنا طول العمر نتكلم على أمثلة للصلاة سواء من الكتاب أو أمثلة من حياتنا كتير قوي، تكلمنا على صلوات كتير. تفتكروا إيه سبب إن الصلاة فعالة وإن الصلاة دي سلاح مهم جدا؟ إيه السر في إن الصلاة قوية؟ هنتكلم مع بعض شوية كتير، مين يقدر يقولي ده سببها؟ لكن إيه سرها؟ يعني ليه الصلاة دي بتعمل بالظبط؟ لأن سرها في الشخصية اللي بنصلي لها، مش كده؟ في ربنا. وده يجبنا للآية اللي بتقول إيه؟ يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. عدت أقرأ الآية دي أو مش أقرأها، أرددها كده، حسيت أول مرة أخد بالي، يعني أنا عارفة ربنا بيسمع، لكن أول مرة تتفتح على عينيا عن سامع الصلاة، وعدت أكرر إيه ده؟ يا سامع الصلاة، ربنا بيسمع. طب افرض ان الصلاة بتاعتنا ما استجبتش، هل يبقى هو سمعها؟ بيسمع، مش كده؟ بيسمع في جميع الأحوال، سواء استجاب أو ما استجابش أو استجاب بطريقته. يا سامع الصلاة. طيب. يا سامع الصلاة، يعني قعدت أكررها كتير قوي مش قادرة أبطلها. وبعدين ده مين ده اللي بيسمع؟ ده ملك الملوك ورب الأرباب، ده إله الكون بيسمعنا احنا. يعني احنا أوقات كتير، أوقات في الشغل ساعات أدخل أقول مثلا جود مورنينج ولا حد يرد عليا، الناس ممكن وتكون أقل منك يعني ما يردوش، أو ممكن يكون مدير كبير مشغول في حاجة وتكلميه مش فاضي، لكن ده الله سامع الصلاة، عنده ودان مش كده؟ أخالق الأذن ألا يسمع؟ سامع الصلاة. أنا بقيت مش قادر، مذهول قبل ما أدخل الاجتماع، إيه ده أول مرة اكتشف الله يعني مدام بيسمع يبقى أنا لازم أخلي بالي أنا بقول إيه، مش كده؟ يعني بيسمع مش بس الكلام، بيسمع الأفكار، بيسمع الأنين. سمع أنين مين قبل كده؟ حنة. أيوه، وقبل كده خدنا صلاة حنة، وطبعا أمثلة كتير قوي. بيسمع للمزلة،
فاكرين هاجر لما تزلت وبعدين الملاك قابلها وقال لها ما تخافيش انت هيبقى لك ابن واسمه اسماعيل، اسماعيل يعني يشمع الله، يعني يسمع الله لانه نظر سمع الى مزلتك. لما يكون حد في مزله بيسمع المزله، بيسمع تأوه تأوه تأوه، سمعت في ايات كتير بتبين ان رب يسمع التأوه، الله بيسمع. دي ما عرفش، قعدت فرحانه قوي بالكلمه دي كل شويه اكررها. طب ايه ده؟ طب انا لازم اخلي بالي انا بقول ايه. طيب قدامه ومش قدامه بس، بنخلي بالنا بنقول ايه مع بعض. طب ما هو بيسمع. بخلي بالي وانا بقول ايه في سري، هو بيسمع اللي في سري، عارف افكار القلب ونياته. حسيت قدام يعني كلمه عميقه جدا جدا ما كنتش واخده بالي منها. يعني واحد يتهاون كتير ممكن يقول اي كلام باطل ملوش لازمه، او الله بيسمع. يا سامع الصلاه. فاحنا يكون تاملنا عن تامل عميق جدا جدا، انا اقل جدا من اني اقوله. ولو كلنا وكل العالم اشترك انه يشوف صفات الاله ده اللي بيسمع ايه، مش هنعرف نوفي حقه خالص، ولا هنوصل، لان هو غير محدود واحنا محدودين جدا، واحنا نقطه ولا تراب ذره. لكن من كلمته هنحاول يعني نفتح مواضيع وربنا يوصل المعلومه لكل قلب مننا، ويساعدنا يا رب ان احنا نعيش، مش ان احنا بس نتامل او نقول او نتكلم، لكن فعلا يتحول ده لحياه وعمل فعلا. نفسي نصلي دقيقتين بس، ربنا يعني يساعدني ويعني ياخد كل كلمه كده بروحه لقلوبنا كلنا. يا سامع الصلاه، يا سامع الصلاه، اليك ياتي كل بشر، اليك انت وحدك يا رب جايين قدامك. بنشكرك انك بتسمع يا رب، وبنقول لك ارحمنا من كل حاجة وسامحنا على كل حاجة غلط سمعتها مننا يا رب. وبنقول لك ساعدنا ان احنا نمجدك ويكون متكلمين ومترنمين بمزامير وتسبيح واغاني روحية وشاكرين في قلوبنا ليك يا رب. يا رب كلمنا في هذه الفرصة وافتح عينينا وارحم ضعفي يا رب وجهلي وعدم امانتي، وديني نعمة أوصل لإخواتي اللي انت اديتهوني بدل وصله لهم انت أكتر يا رب. وادينا كلنا نعمة ان احنا نكون مطيعين وخاضعين لكلامك الرائع الجميل. نشكرك يا رب، نشكرك ونعظمك يا رب، والاسمك كل المجد. كنا بنصلي مرة في حلقة صلاة، وبعدين فجأة جه في بالي آيتين عكس بعض. واحدة منهم بتقول إيه عن شعر قصصه مسترسلة حالكة كالغراب. النهاردة الغراب لي معنا موضوع. وبعدين فجأة بعديه على طول بثانية لقيت آية وشعره أبيض كالصوف كالثلج. قلت يا رب هو حالكة قصصه حالكة كالغراب ولا شعره أبيض كالثلج؟ هو الاثنين طبعا، مش مفيش تناقض. طب في ايه؟ نتكلم مع بعض صفات للمسيح اللي هو سامع الصلاة اللي هنتكلم عنه شوية النهاردة. متضاربة عكس بعض لكن هو الاثنين. حد يقول معايا ايه زي ايه كده امثلة؟ الاسد والخروف. اسد خارج من سبط يهوذا وهو خروف كأنه مذبوح، او الخروف المذبوح ابيض واحمر. ايه تاني؟ الانسان ولا بالظبط؟ دي حاجه من الحاجات اللي هنذكرها. ايه تاني؟ طيب حد عنده بدايه والنهايه. الالف والياء. حد عنده حاجه تانيه؟ هنقولهم هيجوا دلوقتي لو حد عنده حاجة تانية يقول.
جه في بالي يعني او ربنا كده جاب قدامي او عروس النشيد لما وصفت حبيبها اللي هو الرب يسوع، ويوحنا في سفر الرؤيا لما شافه ووصفه. هنلاقي وصفين تحسهم ايه ده، هو ده ربنا، ده هو ده، تحس حاجه غريبه جدا. لكن ما نقرا مع بعض هنتامل ونشوف ايه ليه ده بالطريقه دي وليه ده بالوصف دوت. لو نطلع نشيد 5، نشيد الانشاد اصحاح 5 وعدد 10، بيقول: حبيبي ابيض واحمر معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام عند مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما، خداه كخميلة الطيب وأتلام رايحين زكية، شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، ساقاه عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان فتن كالأرز، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. مين دوت؟ هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. طب تعالوا نشوف يوحنا شافه بصورة تانية خالص. يوحنا رؤيا يوحنا إصحاح 1 وعدد 12، فالتفت لأنظر الصوت الذي في قبلها، بيقول قبلها بيقول أما كان في الروح في يوم الرب، أما كان منفي في جزيرة بطمس، عدد 10: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء الأول والآخر، الذي تراه أكتب في كتاب وارسل إلى 7 الكنائس التي في آسيا وقال له الكنائس. وبعدين عدد 12: أما سمع صوت من وراء فبص كده فلقى إيه؟ فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت 7 مناير من ذهب، وفي وسط 7 المناير شبه ابن إنسان ماله بقى أوصافه: متسربلا بثوب إلى الرجلين، ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. لما شاف ده كله يوحنا في عدد 17: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. هنا هنشوف إيه وصفين، وصف جميل قوي بتاع عروس النشيد، والوصف الثاني صارم ومرعب لدرجة يوحنا سقط قدامه كميت. وفعلا لما نيجي هنتأمل في الأوصاف دي تحس أنا قعدت قريتها اتخضيت، حسيت عايزة أنزل أقعد فعلا أركع على الأرض. فهنا في وصف نشيد الأنشاد ده وصف الرب يسوع وهو معانا على الأرض دلوقتي، وهو معانا بالروح هنا، هو تعاملاته معانا هنتأمل فيها وفي الأوصاف دي. لكن وصف يوحنا ده وصف وقت الدينونة في النهاية، والوصف شكل متناقض، لكن هنا الرب بمحبته في الأرض بيجذبنا بربط المحبة بحبال البشر، لكن إذا ما تعلمناش في النهاية أو ما اتعظناش ده شكله في الدينونة. لو نيجي ناخد نشيد الأنشاد، يعني دي كده مجرد حاجات بسيطة جدا يعني، لأنه للوقت وكمان لأجل يعني كل واحد فينا يعني فرصة يتأمل في البيت عن الأوصاف دي كلها. حبيبي أبيض وأحمر، عارفينها مرموزة للنقاوة ولدم المسيح، معلم بين رب ورب اللي هي 100,000 أو 10,000، لو 10,000 واقفين هو معلم بين رب، هو مميز، هو
هو الله زي ما إيمان قالت لنا، الرب هو الله، هو الله ليس مثله بين الآلهة. وبعدين نشوف وصف رأسه، رأسه ذهب إبريز، ذهب الذهب دي النقاوة، رمز للاهوت. قصصه دي الآية اللي جذبتني، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب. القصص دي اللي هي الشعر، والشعر رمز للمجد. مجد المسيح في إيه؟ مجد المسيح في اللي عمله من أجلنا، في صليبه، في الصليب. عشان كده مسترسلة حالكة كالغراب، ده السواد والألم بتاع الصليب. وعمل الصليب ده مسترسل، يعني وصل لكل الأرض، عمله وصل لكل الأرض. قصص حالكة مسترسلة كالغراب، هو ده المسيح اللي احنا لقيته بتقول عليه، طلعته كلبنان فتن كالأرز وأبرع جمال من كل بني البشر، لكن في الصليب كان منظره هكذا مفسدا أكثر من الرجل، كان حالك كالغراب، كان في منظر ألم بشع جدا لأنه حمل عنا خطايانا. بعد كده نلاقي عيناه، هنا عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن. الحمام رمز للسلام، وعينين المسيح لما نبص له كتير، لما نقعد معاه كتير هناخد هيعكس علينا سلامه وهيملانا بسلامه. عكس لما هنيجي نروح للدينونة هنشوف العينين كلهيب نار، او عيناه كلهيب نار، هنلاقي الوضع مختلف في سفر الرؤيا. يداه لسه قبلها، خداه كخميلة الطيب وأتلام رايحين زكية، بتنبعث منه روائح، رائحة المسيح الزكية. شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا. السوسن دي حاجة جميلة، ومحبة المسيح جميلة، لكن معاها بيسمح لنا بألم، وكلنا أكيد سمعين التأمل ده كتير، إنه بيدي ألم وبيقطره بشفتيه علشان يخففه. محبته بتخفف الألم. كتير مثلا بنسمع الأيام دي وأيام تانية ناس بتجوز في ألم شديدة جدا، ونقول يا ترى عاملين إيه، ونبقى صعبانين علينا وإحنا اللي متعذبين، لكن لما نسمعهم أو نكلمهم نلاقي هم مرفوعين وبيشجعونا إحنا، لأن إيه، شفتاه السوسن بتخلي الألم دوت مائع، بتخفف الألم لأن المحبة بتسند وبترفع. فدي هنا شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا. يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. إلهنا العجيب سمع الصلاة دوت، رائع جدا. لو إحنا ارتبطنا به وتمسكنا زي العروس هنا، إن إيديه حلقتين من ذهب، يعني عايزين حلقة تبقى في إيده وحلقة تبقى في إيدنا، عشان نقول له يا رب اجذبنا وراءك فنجري. إحنا عايزين يا رب نمشي وراك، نمشي خلفك، نمشي إثر خطواتك، علشان ما نضلش الطريق، علشان نستمتع ونتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا هناخد بركة. وبعدين لما يجي ممكن يقودنا وخلاص عايز يمشينا في حتة ألم، زي ما قلنا من شوية يقودنا في ألم، والكنيسة أو أي حد فينا يشكر ويفرح في الألم ده، يقوم يديله ترسيعة من الزبرجد زي نشان. فيداه حلقتان من ذهب ورصعتان بالزبرجد. فربنا يدينا نعمة إن إحنا نبقى ماشيين معاه، وإحملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي خفيف. بطنه عاج أبيض، كل أوصافه أبيض، مغلف بالياقوت الأزرق، سقاه عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز. الرخام حاجة نقية شفافة، رمز للطهارة والبر. طلعته كلبنان فتن كالأرز، يعني مهما الأوصاف اتقالت ما فيش أجمل من كده. بتقول هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. لكن في الأبدية هنلاقي، قبل يعني في الدينونة نلاقي المسيح أوصافه بقت حاجة صارمة جدا. في الأول هنلاقيه متسرب بثوب إلى الرجلين، ممكن الثوب ده يرمز لثوب القضاء بطويل ومهيب،
ومتمنطق عند ثدييه بمنطقة من ذهب. في آية بس مش عارفة فين الشاهد بتاعها، بتقول منطقة الحق على متنيه، يعني القضاء بتاعه بالحق والبر، مش بيقضي زي القضاة الظالمين أو بيعكس القضاء، لكن لا، ده قضاؤه حق، منطقة الحق، بيقضي بالحق. متمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، أما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف. الأبيض كالثلج، يعني ده يذكرنا بدانيال. لو طلعنا دانيال 7:9 هنلاقي بنتكلم عن القديم الأيام، الشعر الأبيض يدل على القديم الأيام. إشعياء 7:9 بيقول: كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض نفس الأوصاف كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه كلهيب نار، وبكاراته نار متقدة. منظر مهوب جدا جدا، نيران حوله وهو شعره أبيض وكالثلج وكالصوف. ونلاقي عنه مكتوب تاني برضو في دانيال: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب. كل السلطان طالع من القديم الأيام. قديم الأيام تاني هنلاقيه في عدد 22: حتى جاء القديم الأيام وأعطى الدين للقديس العلي. القديم الأيام ده ليه كل السلطان، كل السلطان، لإسمه ستسجد كل ركبة. هذا القديم الأيام واللي ليه كل الدين، هو ده اللي احنا بنصلي له يا جماعة، هو دوت سامع الصلاة. يعني أنا مذهولة، مذهولة جدا جدا من الحقيقة ديت. سامع الصلاة هو دوت قديم الأيام، يعني مهما وصفنا مش هنوفيه حقه. عيناه كلهيب نار، هنا بالعكس بقى، عينيه فاحصة، عينين الفحص بتفحص عشان تشوف أعماق القلب وخفيات القلب. ورجلاه شبه النحاس النقي، كأنهما محميتان في أتون. هناك رجلاه إيه؟ سقاه عمود رخام. هنا رجلاه شبه النحاس النقي، كأنهما محميتان في أتون. صوته كصوت مياه كثيرة. بالنسبة للنيران والعينين، النيران ديت دي للدينونة. إحنا لا شيء من الدينونة الآن، لكن الدينونة دي أو العينين دي علشان للفحص والتنقية، وعشان بعدها يدي أكاليل. لكن للخطاة العينين دي للدينونة الأبدية الرهيبة. عيناه تجولان، هنا في الأرض تجولان في كل الأرض، لتتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. يعني ربنا يدينا في البيت، في كل كلمة ممكن بحر الواحد يدور يشوف يلاقي حاجة كنوز. يعني بتهيألي مش هيبقى مش مفيش وقت نعمل حاجة تانية غير ان احنا نقعد ندور ندور ندور. فربنا يساعدنا ان احنا ما ننشغلش بأي أمور تضيع وقتنا، ونستمتع ونكتر في كلمة ربنا. صوته كصوت مياه كثيرة، صوته كصوت مياه كثيرة. احنا سمعنا في الصوت جه لإيليا بصوت خفيف، لأن إيليا ما كانش مستحمل زي ما سمعنا، وكان في حالة نفسية مضطربة، فربنا عارف القلب فجاله بصوت خفيف. في الدينونة صوت مياه كثيرة. احنا حد جرب سمع في اسكندرية ما كنا بنروح، والبحر يكون هايق جدا وجنب الصخور، صوت المية مرعب جدا جدا، ده أكتر بكتير. صوت مياه كثيرة، صوت الرب الديان العادل. لكن جه في بالي الصوت اللي جه وقت أو رؤية تانية للرب، مشهد تاني للرب لأيوب. مشهد أيوب دوت بيأسرني جدا جدا. جاله في صوت العاصفة، جاله في، لأن أيوب كان محتاج يفوق، جاله في صوت عاصفة وقال له: إيه أيوب اللي أنت بتقوله دوت؟ وقعد يقول له: انت ازاي بتحاكمني يعني، وازاي بتستذنبني؟ يعني الانسان يستذنب خالقه، دي حاجه
حاجة كبيرة قوي يعني، حاجة غريبة جدا. فجاله في صوت عاصفة ووراله قد إيه قدرته العجيبة، وقعد يسأله أسئلة سهلة جدا، وهو أيوب قال له لا خلاص يا رب أنا قدامك مش قادر يعني. فالإنسان يعني إذا صلينا والرب بيسمع قلنا لكن ما جاوبش بالطريقة اللي احنا عايزينها، نفتكر أيوب على طول. هو ليه حكمة وهو ليه مشيئة، وهو صاحب السلطان، وهو كمان المحب، وهو كمان اللي فاهم، وهو اللي يعني هو اللي شايف ايه مصلحتنا. شافوا كمان مين في إشعياء 6، إشعياء 6 فين إشعياء؟ رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأزياله تملأ الهيكل. السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، بإثنين يغطي وجهه، بإثنين يغطي رجليه، وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. ده هو ده سامع الصلاة، يعني مهوب جدا جدا، الملائكة كلها بتجله. جيت فكرت قلت الله، طب الله سامع الصلاة، طب احنا في حضرته في اي اجتماع او في خلوتنا لازم نقدر ده، يعني ان احنا صح الله محب وهو ابونا، لكن لازم نعطي له جلاله ونعطي له هيبته. ولما نيجي مثلا في اجتماع او بنرنم هنا، السرافين مش قادرين يبصوا له، بيغطوا باجنحتهم وفي كل يعني سجود وخضوع قدامه احنا، وبيقدموا له قدوس قدوس قدوس. احنا مفروض يعني نحس بوجوده وسطينا ونقدم له المجد اللايق بيه في كل، سواء في ترنيمنا، في حضورنا، في استماعنا لكلمته، دي تقدير لكلمته. اي حد بيتكلم دي كلمه من كتاب الله، يبقى رساله من ربنا لينا. واذا احنا ما حسيناش بكده، يبقى احنا لازم نفحص نفسنا ونشوف احنا ايه مش واخدين بالنا، ولا ايه، ولا نمنا شويه عشان نصحصح. واخر حاجه في رؤية، لما جيت قلت كده خفت شوية وقلت إيه ده يا رب، ده حاجة تخوف قوي. ولكن لما جه الملاك الرب نفسه، وأما يوحنا سقط أمامه كميت، فقال له إيه الرب؟ قال له وقال له إيه؟ لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا، ده أنا اللي مت عشانك، أنت ما تخافش مني. الخوف ده يعني ولادي ما يخافوش مني. وها أنا حي إلى أبد الأبدين، ولي مفاتيح الهوية والموت. فربنا هو بيقيمنا ويشددنا، ما نخافش منه لكن نخاف ونديله الهيبة، ونتذكر دايما أن هو سامع الصلاة. سامع الصلاة دي ياريت كلنا نتأمل فيها، ان هو بيسمع. لما اجي انا اصلي له وابقى خايفه بعد كده، يبقى انا معنى كده شكيت ان هو سمع. اما سمع طيب، يبقى انا اخاف ليه او اقلق؟ طب اما هو سمع طب انا اقلق ليه؟ يبقى معناها ان انا بصلي في الهوى، يبقى انا مش بصلي له هو. لكن لو انا عندي ثقه ويقين، معناها ان انا فعلا بصلي له، وانا متاكده ان انا بصلي لاله حي ليه اذنين وبيسمعني. ربنا يدينا نعمة ويدينا أول واحدة أن أنا يعني فعلا أطبق ده في حياتي. ربنا يباركه، ونختم اجتماعنا بترنيمة تكون معرفش إزاي، يا إما مليون ترنيمة، يا إما حبيبي فتى مثل أرز لبنان. حبيبي كم دي؟ حبيبي فتى مثل أرز لبنان. ما احنا غالبا محتاجين نرنم كل كتاب الترنيم، لأن كل حاجة منه فيها وصف كتير. ما يعني بقى هسيب لهم هم. انا بقى في تنبيه اخير، الاجتماع الشهر الجاي معلش هيبقى السبت الثاني، احنا دايما بنعمله السبت الثالث، المره الجايه هيبقى السبت الثاني. موافق كام يا جماعه؟ 7 8 حاجه زي كده، هنقدر؟ مناسب؟ ها لا، 8 8.
احنا النهاردة بنرحب بمنال بتزورنا في الاجتماع، وان شاء الله يكون نستمتع بها كل مرة. بنرحب بك يا منال، شرفتينا، ربنا يبارككم كلكم. ممكن إيمان تختم لنا، شوفي ربنا يرشدك لإيه. هنشوف حاجة. لا مش هنا، في البني. حبيبي فتى مثل أرز لبنان، هو وحده حبيبي غافر جميع ذنوبي. مش موجودة؟ لا سأجبها. حبيبي فتى مثل أرز لبنان، حبيبي سقاه عمود رخام، بديع الجمال وحلو اللسان، وحلقه حلاوة وكل حنان. ده أبيض وأحمر جماله عجيب، وظاهر في جسمه جروح الصليب، مخلص وفادي وراعي أمين، حبيب ولا يوجد مثله حبيب. وقرار هو وحده حبيبي غافر جميع زلاتي، به أحيا وأتحرك وأوجد، هو سر حياتي. حبيبي فتى مثل أرز لبنان، حبيبي سقاه عمود رخام، بديع الجمال وحلو اللسان، وحلقه حلاوة وكل حنان. هو وحده حبيبي غافر جميع زلاتي، هو وحده حبيبي غفر جميع زلاتي، به أحيا وتحرك وأوجد، هو سر حياتي. به أحيا وتحرك وأوجد، هو سر. ده أبيض وأحمر جماله عجيب، ده أبيض وأحمر جماله، وظاهر في جسمه جروح الصليب، اسمه جروح الصليب، مخلص وفادي وراعي أمين، فادي وراعي، حبيب ولا يوجد مثله حبيب، لا يوجد مثله حبيب. هو وحده حبيبي غفر جميع زلاتي، هو وحده حبيبي غفر جميع زلاتي، هو حيا وتحرك وأوجد، هو سر حياتي. به أحيا وتحرك وأوجد، هو سر حياتي. في تنبيه تاني؟ طيب هنصلي، ومنال منير تختم لنا بالصلاة.
Thank you.